متنا من الجوع. سكان شمال قطاع غزة دون طعام منذ يومين، والآلاف هناك يعانون جراء نقص الغذاء والإمدادات الأساسية للحياة حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين. مدير مكتب الأونروا فيليب لازاريني قال في منشور له على موقع إكس إنه رغم المأساة إلا أن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة أنها لن تسمح بمرور قوافل الأغذية من الوكالة إلى شمال قطاع غزة. اعتباراً من اليوم منعت إسرائيل الأونروا التي تعتبر شريان الحياة الرئيسي للاجئي فلسطين من تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى شمال غزة. هذا أمر شائن ويجعل من المتعمد عرقلة المساعدة المنقذة للحياة أثناء المجاعة التي من صنع الإنسان. يأتي ذلك بعد قرار الكونغرس الأمريكي حظر تمويل الوكالة لمدة عام رغم الأوضاع المأساوية التي دفعت السكان لاتخاذ خيارات وتدابير صعبة للبقاء على قيد الحياة لتجنب الموت من الجوع، فضلاً عن الغارات الإسرائيلية التي أدت لمقتل نحو 33 ألف فلسطيني.